اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم النصايح والتحذيرات والتوقعات لبرج الاسد لشهر مارس 2021 لحد يوم 10 مارس. يعني النهارده يوم من يوم 13 النهارده 13 مارس لحد يوم 10 ابريل سوري يعني شهر من النهارده. هنتكلم عن ماذا يشعر برج الاسد وايه الطاقه المسيطره عليه. وانا فيه يا جماعه سيلبرتيز كتير قوي عندي من برج الاسد عايزه اشكرهم، يعني ناس كتيرة جدا بيتابعوني من برج الاسد، مع ان برج الاسد مش من اكتر الابراج بتعمل نسبة مشاهدة، بس يعني فول سبورت برج الاسد. يعني طيب برج الاسد لو احنا هنسمي الشهر ده اللي هو من نص من منتصف مارس لمنتصف ابريل هنسميه شهر الانجازات، يعني او شهر مطاردة احلامك. انت كان حاطط قدامك هدف مركز جدا جدا ان انت توصل لهدفك، مبسوط وانت بتحقق حاجات كتيرة حلوة، فانت كأنك بتطارد اهدافك، سواء اهدافك في العمل او في الحب او في النجاح او في الصحة او في الفتنس او في الشكل اللي انت عايزه، لان انت برج الاسد مركز جدا جدا الشهر ده، عندك ايم وحاطه قدامك وحاطط كل الفول فوكس بتاعك ان انت توصل للهدف ده، ودي حاجة كويسة جدا جدا. كمان شايفك بتحاول تكون منعزل شوية، يعني عايز تقعد مع نفسك قاعدة قوية كده، تقعد تتكلم مع نفسك، يعني شغال في صمت، انت كأنك مش بتتكلم الفترة دي عن نفسك كتير، عمال تعمل في صمت. عندك شهر العزلة كده منعزل عن نفسك. شايفك متجاهل شخص معين، ممكن الشخص ده يكون حبيبك يا برج الاسد، الشخص اللي انت مرتبط بيه انت متجاهله، مش بترد عليه على طول، واخد جنب كده، انت مركز على نفسك وبس الفتره دي، يعني مش مركز على شخص تاني غيرك، انت اكتر حاجه مركز عليها الفتره دي هو انت وبس، ودي حاجه كويسه برضو. فشايفك واخد جنب كده، قاعد منعزل، قاعد لوحدك، قاعد بتفكر، مش عايز تتكلم مع حد، مش هقول انت اجتماعي جدا وكل حاجه، بس انت عايز تستقر كده، عندك توازن، بالعكس عندك توازن، عندك استقرار الفتره دي، ودي حاجه كويسه جدا عندك يا برج الاسد. طيب الشخص اللي انت بتحبه يا برج الاسد ايه شعوراته الفتره دي؟ هو عايز، لو هو انتم متخانقين او ما بتتكلموش او في بلوك ما بينكم، عايز صالحك، يعني هو عايز صالح معاك، عايز يتكلم معاك، لان هو حاسس انت متجاهله، انا شايف ان انت متجاهله شويه، او انت واخد جنب مش عايز تتكلم معاه، فهو عايز يتكلم معاك. خلونا نخلص بعد كده نتكلم عن التوقعات العاطفيه. طيب شايفاك يا برج الاسد شخصيه قويه، شايفاك قوي، شايفاك عندك قوه كده، حاسس بالقوه، حاسس بالانجاز، حاسس ان انت بتوصل للحاجات اللي انت عايزها، ودي حاجه حلوه جدا. فحاساك يعني شخصيتك قوية، صحتك كويسة، يعني حتى لو انت كنت تعبان من حاجة او عندك مشاكل صحية، لا شايف عندك ان مشاكلك الصحية تتظبط، وان هيبقى عندك الفترة دي تقدم في صحتك، عندك نشاط، صحتك الجسدية كويسة، صحتك العقلية كمان كويسة، عندك تشافي من حاجات نفسية او تشافي من حاجات صحية. طيب بتفكر كويس، بتستخدم عقلك كويس الفتره دي، شغال على نفسك، شغال على نفسك، يعني كل ما بتلاقي حاجه مش عاجباك او حاجه مضايقاك من نفسك، لا بتحاول ان انت تظبطها بحيث ان انت تبقى افضل او احسن، او يعني عندك قدره ان انت تظبط في نفسك يعني. طيب شايفاك بتهتم بمظهرك جدا الفتره دي، يعني ممكن تكون بتلعب رياضه، بتلعب جيم، بتلعب في حاجه انت مهتم قوي بشكلك الفتره دي، بجسمك، بالستات مثلا تعملوا نيو لوك، تغيروا في شكلكم، تغيروا في جسمكم، ودي حاجه كويسه جدا جدا يا برج الاسد، شايفاها ان هي حاجه ايجابيه. طيب كمان يا برج الاسد شايفه عندكم وفره في الرزق، عندكم نجاحات، عندكم رزق، عندكم بركه، عندكم خير. انا شايفه ان هو شهر ده شهر ايجابي جدا، وشهر مليان خير، مليان حركه، مليان نشاط، مليان رزق، مليان بركه، مليان نجاح، مليان فلوس، ودي حاجه كويسه جدا. بس انا شايفاك هادي شويه، يعني انت هادي عن الطبيعي بتاعك، منعزل، مش عايز تتكلم مع حد، مش عايز توجع دماغك، مش عايز قرف، يعني لو اي حاجه هتوجع لك دماغك انت بتقول لها شكرا مش عايز، واخد جنب كده اللي هو منعزل، وعايز تبقى بتفكر كويس، يعني انت عايز تفكر كويس، عايز تقرر قرارات مهمه. طيب كمان عندك قوه عاطفيه قويه، يعني الفتره دي انت نفسك تعيش قصه حب، نفسك تحب، نفسك تتحب، نفسك تبقى حاسس ان انت شخص مرغوب فيه، فعندك قوه عاطفيه وطاقه عاطفيه قويه جدا، نفسك تخرجها مع الشخص الصح. بس انا شايفه هنتكلم عن حته العاطفيه بعد شويه. طيب شايفاك بتعمل الفتره الجايه دي بالانس، بتعمل زي ماشي، عايز تبقى مستقر في حياتك، عايز بتحاول تصلح المشاكل، بتحاول ان انت تظبط نفسك، فعايز يبقى عندك استقرار وبالانس، وعايز تخرج من اي حاجه ليها علاقه بتوتر زي ما قلت لكم، او ليها علاقه بعدم استقرار بقى مادي او عاطفي او حتى في العمل. اوكي طيب
تعالوا نتكلم عن برج الاسد والحب. انا شايفه الاسد يا اما عندك في حالتين، يعني ما اعرفش انت انهي حاله، عندي قراءه عامه، في حالتين انت ممكن تكون فيهم. اول حاله ان انت تكون في شخص انت بقالك فتره مش بتتكلم معاه، في زي زعل ما بينكم، ممكن تكون انت اللي خدت جنب يا برج الاسد، بس الشخص ده بيراقبك في صمت، يعني هو عمال يراقبك ومش عايز يبين ان هو بيراقبك، يعني هو عايز يحسسك ان هو مش في دماغه. على فكره هو بيبين عكس اللي جواه، بس هو بيراقبك وعايز يعني منبهر بيك، فخور بيك قوي، شافك بتنجح، شافك بتتقدم، عمال يقول ايه ده، يعني هو عايش هو زعلان بس بيمثل ان هو مبسوط، او هو متاثر وحاسس ان هو وحيد ومنعزل كمان ومش مبسوط، بس هو عايز يبين لك ان انا لا انا قوي، مش في دماغي على فكره انا ولا حاسس باي حاجه. فهو عمال زي ما بيكون بيعيد حساباته، انت ليه سبته، او انت ليه بعدت، انت ليه مشيت وسبته، لان دي حاجه مضايقاه جدا، فانه كانه بيركز ايه الخطوه الجايه عنده، هيعمل ايه، المفروض ان هو يتحرك ولا لا، بس هو يتحرك ناحيتك او هيعمل اي اكشن ولا لا، انا شايفاه لا، ثابت مكانه بيراقبك في صمت، عمال بيتفرج عليك على السوشيال ميديا، عمال بيراقبك، بس هو منبهر بيك جدا وفخور بيك وانت بتتقدم، يعني هو شايفك عمال تتقدم، شايفك قوي، حاسك ان انت حابب البروفايل بتاعك، حابب الطريقه بتاعتك، حابب نجاحاتك، حابب تفوقك، بس هو مش عارف ياخد خطوه، كرامته ناقحه ليه، لان هو حاسس ان انت اللي سبته، حاسس ان انت اللي مشيت وبعدت عنه، حاسس ان انت انعزلت عنه. هو الشخص ده عايز يرجع لك وعايز حياه مستقره معاك، يعني ممكن يكون عايز يتجوزك، عايز يرتبط بيك، عايز بالانس، عايز يستقر معاك، بس هو شايف ان انت مش بتحفز ده. طيب فانا شايفه ان هو منبهر بيك بقوتك، بجبروتك كده، ان انت بتعرف تقوم بثباتك، بارادتك، بعظمتك، فهو شايف ان انت ايه ده، انت ازاي بتعمل كده، ازاي بتقوم بسرعه كده، فهو كان شايفك هتقع مثلا وانت ابهرته، فهو منبهر بيك قوي قوي. طيب برج الاسد انا شايفه عندك مفترق طرق، او عندك يا اما تدخل يمين يا اما تدخل شمال، في قرار انت المفروض تاخده، ممكن تكون محتار ما بين شخصين، محتار ما بين طريقين، محتار ما بين شغلانتين، محتار ما بين يعني كان في اتنين شخصين لازم تختار ما بينهم، الشخصين دول ممكن يكون واحد منهم ترابي زي تور مثلا، او زي عذراء، او زي جد، وشخص الاخر شخص ناري، اوكي؟ وفي شخص يا برج الاسد لازم تاخد بالك منه، لان الشخص ده بيحاول يتقرب منك عشان مصلحه، هو عايز منك مصلحه، انتهازي، عايز يستغلك في شغل، يستغل جسدك، يستغل مشاعرك، يستغل عواطفك، بس الشخص ده عايزك في مصلحة قوية، يعني هو ممكن يدعي الحب، أو ممكن يبقى بيقرب منك علشان هو عايز يستغلك، فاحذر من ذلك الشخص. ممكن يكون برجه هوائي على فكرة، يعني دلو أو جوزاء أو ميزان، أو ممكن يكون برج ال، هقول لكم الابراج اللي تحذروا منها الفتره دي، بس انت محتار ما بين شخصين على فكره، او عندك اكتر من اختيار قدامك، يعني في كذا شخص قدامك، منهم شخص جديد وشخص قديم على فكره، وانا شايفه ان انت بتحاول ان انت يعني تستخدم كل الامكانيات اللي عندك ان انت تقرر انت عايز مين فيهم، بس واحد فيهم يعني مختلف عنك، ممكن يكون شخص جديد مختلف عن توقعاتك، مختلف عن اكسبكتيشنز بتاعتك، عشان كده مطلوب منك ان انت تشغل كده مخك وتشغل عقلك وتشوف كل الفرص اللي قدامك، لان الشخص ده ممكن عاده ما او عاده ما يشدكش، بس الشخص ده هيبقى فيه اوبورتيونيتيز كتيره جدا للارتباط بيه، لان هو بيحمل يعني هيبقى بالنسبه لك مفاجاه على فكره، الشخص ده مفاجاه كبيره جدا، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل عندي ده، تكون منفتح للفرص اللي قدامك، لان جاي لك شخص مختلف جدا جدا عنك الفتره الجايه، فهتبقى محتار ما بين قرارين او في مفترق طرق، يا اما تدخل يمين يا شمال، يا فوق يا تحت يا قدام يا، فركز في اختياراتك يا برج الاسد الفتره الجايه دي جدا جدا، وحاول تشوف انت عايز ايه بالظبط. طيب في بقى شخص يا برج الاسد، الشخص ده عمال انتهازي، يعني دي تحذيرات، شخص ده عمال عايز منك مصلحه، هو عايز منك، ممكن يكون على فكره شخص قريبك او صديقك او صاحب ليك او حد زميلك في العمل، وممكن يكون هو برج على فكره مائي او برج الجدي، او برج على فكره يا مائي يا جدي، الشخص ده هو هي علاقه سامه على فكره، انت حاول انت تتخلص من اي علاقات سامه موجوده عندك، بتحاول بتشوف الاشخاص اللي قدامك دول بيحاولوا يستغلوك او ينتهزوك، يعني هو شخص استغلالي، او ممكن يحصل ما بينك وما بينه خناقه او سوء تفاهم او تتخانقوا مع بعض بسبب سوء تفاهم، بس العلاقه دي هتبقى علاقه موتره للاعصاب بالنسبه لك. طيب لو انت عندك اي نوع من انواع الادمان حاول تتخلص منه، زي ادمان على الكحول، ادمان على التدخين، ادمان على مثلا الكافيين، القهوه، البيبسي،
السمنه مثلا، ادمان على لعبه معينه، عاده معينه، حاول انت تخلص منها وتقلل منها، لان ممكن الادمان ده يزيد عندك لو ما قدرتش انت تتحكم فيه من دلوقتي. فانا بقول اهو، قولوا لي يا برج الاسد انتوا الفتره دي بتحاولوا تتخلصوا من ادمان ايه، لان انا متاكده ان الفتره دي عندك ادمان قوي على حاجه انت عايز تتخلص منها، انت عايز تبعد عنها، انت عايز تسيبها، لان الحاجه دي مأثره عليك جدا جدا ومخليك مش مبسوطه على فكره. طيب حاجة تانية برضو عايز احذرك منها، حاول ان انت تحتفظ باسرارك، ما تتكلمش عن طموحاتك، ما تتكلمش عن احلامك، ما تتكلمش عن البلانز بتاعتك، لان في شخص برضو عمال مستنيك تقع علشان ياخد منك الفرصة دي. يعني في شخص انتهازي، او شخص في شخص يعني ممكن يستغل اسرارك، فحاول ويطلعها بره ويتكلم عنك بره. فحاول ان انت تحتفظ باسرارك، ما تتكلمش اي حاجه عنك، اعمل حدود لعلاقاتك، ما تتكلمش عن اي حاجه تفكر فيها، ما تتكلمش عن اي حاجه خاصه بينك وبين بين بين شريك حياتك مثلا، اي حد. فاحذر انت بتدي ثقتك لمين يا برج الاسد، يعني حاول ما تديش ثقتك وما تديش الامان لاي حد، لان في ناس كتير ممكن يحاولوا ان هم يضربوا ثقتك ده. طيب عندك برضو شخص يعني هيحاول زي ما قلت يخطف منك، في شخص انتهازي حواليك يا برج الاسد بقاله فترة على فكرة، من الشهر اللي فات، يعني مش الشهر ده بس هو طماع، شخص اناني غيور جدا، وبيتكلم عنك وحش جدا من ورا ظهرك يعني. طيب كمان حاول تخرج من اي علاقة سرية او علاقة سامة او علاقة فيها اي نوع من انواع الاستغلال. في علاقة سرية انت فيها، او علاقة انت مش اي حد علنها، علاقة مختفية، علاقة سامة جدا جدا، فأي علاقات تسلية أو علاقات مؤقتة أو علاقات سامة أو علاقات خفية اطلع منها يا برج الأسد. وركزوا جدا يا برج الأسد، خاصة رجالة برج الأسد، العلاقات السرية اللي مش باينة اللي من تحت لتحت دي نخرج منها يعني. وما تديش ثقتك لحد، ما تكلمش عن حد في مادياتك، ما تديش عن حد، لأن هو الشهر ده شهر نجاحات على فكرة، يعني أنت من الأبراج المحظوظة في الشهر ده، يعني في أبراج تانية واقعة، أنت لا مش من الأبراج الواقعة خالص على فكرة. فعايزاكوا تكونوا إيجابيين، بالعكس هتتبسط، هتهفن، عندك حاجات كتير هتعملها بتحبها، شايفاك منطلق، حاسس بثقة في نفسك، بتتحسن، بتشتغل على شكلك قوي على فكرة، يعني شكلكوا هتبقوا حلو قوي قوي يا برج الأسد الفترة الجاية. بحبكوا جدا جدا، أشوفكوا في فيديو تاني، وبليز ما تنسوش تقولوا لي يا برج الأسد هل فعلا عندك اختيارين، وهل فعلا حاسس إن في شخص بيستغلك، ورجال الأسد قولوا لي هل عندكم علاقة سرية أو علاقة مش باينة خفية بتحاولوا إن أنتوا تخفوها عن الناس ولا لا. ثانك يو، بحبكم، اعملوا شير كتير، وما تنسوش تابعوني على انستغرام وعلى الفيسبوك، قولوا لي يا اسد هل فعلا الفتره دي حاسس ان عندك طاقه وعايز تغير من شكلك ولا لا، او من الستايل بتاعك، مهتم بنفسك الفتره دي ولا لا. ثانك يو، باي باي، مع السلامه.